يعطيكم العافية شباب وصبايا. حكينا احنا انه بدنا ننزل نسخة الوورد بريس في موقع شباب، في موقع عن الوورد بريس، في موقع اسمه wordpress.org تمام، وفي موقع اسمه wordpress.com. التنين مختلفين عن بعض. الوورد بريس دوت كوم هي بتحكي عن الكوميونتي تبعت مين؟ تبعت الوورد بريس. ما فيش فيها يعني ما فيش فيها انك تنزل الوورد بريس منها او اشي مثل هيك تمام. هي بتشرح لك تفاصيل كتير لها علاقة بالوورد بريس والكوميونتي تبعتها والثيمز تبعونها، القوالب اللي راح نتعرف عليهم لقدام، وكتير امور من هاي الناحية تمام. بس تنزيل الوورد بريس او اي تفاصيل فيه بناخده من مين؟ من الوورد بريس دوت اورج نفسها. بتروح على جيت وورد بريس، حيجي لك انك تعمل داونلود. حكينا بتعمل داونلود بينزل عندك على التنزيلات تمام، بينزل عندك على التنزيلات نسخة ملف مضغوط من الوورد بريس. انا حملته عندي من قبل عشان هيك ما حتلاقوه موجود. حينزل عندكم هذا الملف المضغوط، شايفينه الوورد بريس 5.5.1. راح انسخ هذا الوورد الملف المضغوط، راح انسخ الملف المضغوط، وضروري كلنا يكون نازل عندنا الاكزام. في حال اي حد عنده اي مشكله في الاكزام بيتواصل معي تمام. هنروح على الاكزام اتش تي دوكس، بدي احط الملف المضغوط تبعي هنا تمام. هي نسخته من المكان اللي نزل فيه او بتنزلوه مباشر على اتش تي دوكس حسب شو اجهزتكم. وراح افك الضغط تبعي في هذا المكان، هاي extract here. نشوف شو راح يعطينا لما نعمل extract here. اعطاني هذا المجلد، شايفينه هذا المجلد اللي اسمه وورد بريس. انا طبعا عندي مجلدات تانية، فانتو حيكون عندكم هذا المجلد اسمه وورد بريس. تفتحوه حتلاقوا جواته كل ملفات مين؟ كل الملفات الخاصة بالوورد بريس تمام. مبدئيا احنا خلال هذا الشهر ما رح نتعامل مع هاي الملفات، بس ان شاء الله الشهر الاخير من الفصل رح نتعامل معها، ورح نعمل التمبليت مع بعض، رح نعمل القالب مع بعض تمام. تعالوا نشوف كيف رح نفتح هذه، كيف رح نشتغل على الوورد بريس. لازم كلكم تتاكدوا انه الاكزام تمام شغال. كيف نتاكد انه الاكزام شغال؟ بدنا نفتح الاكزام بعنا ونتأكد إنه الأباتشي والماي اس كيو ال شغالين. ستارت ستارت، والتنين يصير لونهم أخضر زي هيك وشغالين. إذا في حال أي واحد فيكم ظهرت عنده مشكلة هنا، إعطاله أي ايرور، يا ريت بس يعمل لي سكرين شوت للايرور يبعث لي إياه عشان أقدر أساعدكم تمام. لازم هدول التنين يكونوا شغالين. في بعضكم حيقول يا مس ما بنلاقي في بعض الأجهزة ما بينزل عليها هون أيقونة الإكزام، أو ما بتكون هنا مخزنة بالشكل اللي انتم شايفينه قدام. كيف ممكن تشغلوا الاكزام؟ بتروحوا على اكزام، حتلاقوا هذه، يعني بتروحوا على السي مرة ثانية، هاي سي اكزام، وحتلاقوا هاي الايقونة اللي هان اسمها اكزام كنترول. اكزام كنترول لما تضغطوا عليها حتفتح لكم الشاشة، حتفتح لكم الشاشة اللي فتحت عندي هنا. حتعملوا ستارت للاباتشي وستارت لمين؟ للماي اس كيو اي. تعالوا نشوف كيف حنفتح الوورد بريس. شباب الوورد بريس المجلد اللي احنا حطيناه على الاتش تي دوكس زيه زي اي مجلد تاني، زيه زي اي مجلد تمام. ايش يعني؟ عشان يفتح بدك تكتب كلمة لوكال هوست تمام سلاش اسم المجلد وورد بريس. ايش اسم المجلد عندي انا؟ وورد بريس. اذا غيرتوه لاسم تاني بدك تكتب الاسم التاني هون في الرابط. عشان افتح اي مشروع موجود جوات الاتش تي دوكس الاكزام اتش تي دوكس بدي اكتب كلمه لوكال هوست وورد بريس واعمل انتر. ثواني نتاكد انه اللوكال هوست شغال. هاي لوكال هوست تمام شغال، بس قاعد عم بيفتح. تمام بدنا نكتب لوكال هوست سلاش وورد بريس تمام. هيا فتحت
شباب هذه أول واجهة راح تظهر عندكم لما تفتحوا المجلد. هذه الواجهة أو هاي الخطوات بس بتعملوها أنتوا لمرة واحدة. الخطوات اللي راح نعملها هلأ بس بنعملها إحنا لمرة واحدة، بحيث إنه بنعمل زي تخيلوها كأنها برنامج نزلتوه على جهازكم بتعملوا له سيت أب، يعني بتنزلوا هذا البرنامج على جهازكم. نفس الفكرة بالوورد بريس، إحنا نزلنا منها نسخة، فبدنا نشكل هاي النسخة بما يتناسب معانا عشان بعد هيك يصير في عنا إيش؟ يصير في عنا موقع. أنا راح أختار اللغة الإنجليش وأكمل وأعمل كونتينيو. شايفين هاي الواجهة؟ طبعاً هنقدر تصوب السلايدات، بس بالفيديو السابق ما ظهرت معانا، عشان هيك أنا حذفت كل إشي يعلق بالوورد بريس عندي ورجعت بلشت الخطوات من أول جديد على أساس إنه أنتو تشوفوا كل الخطوات بالتدريج. تمام، هنيجي هذه الواجهة بيقول لك إنه أنت حالياً بدك تكتب الداتابيز نيم واليوزر نيم والباسورد والهوست تبعها والتيبل بريفكس، وحنشرح كل واحدة فيهم بالدور شو هي. نعمل ليتس جو. اجتني هاي الواجهة شباب شايفينها، اللي هي بنكتب فيها اسم الووردبريس، اسم الداتابيز، بنكتب فيها اليوزر نيم، بنكتب فيها الباسورد واللوكال هوست والدبليو بي اللي هي التيبل بريفكس. قبل ما نعمل هاي الخطوة شباب، قبل ما نعمل هاي الخطوة بدنا نروح على اللوكال هوست تبعنا. هاي لوكال هوست على البي اتش بي ماي ادمن، هي عم بيفتح. خلوني بس انا احذف هاي الداتابيز اللي هنا على اساس انه نعمل واحده جديده وتتبع معنا كلكم بالخطوات هاي. طيب انا هعمل داتابيس جديده باسم تاني، وانتم فيكم تعتمدوا بس على اسم الوورد بريس لانه مش قادر احذفها من عندي من هون. طيب خليني انا اعمل داتابيس جديده مره تانيه، نفوت هاي جاتا بس جديدة من هون. تمام، هسميها مثلا وورد بريس 1. هنختار الكوليكشن تبعها، بده يكون يو تي اف 8 يونيكود سي اي او يو تي اف 8 جنرال سي اي، ونعمل كرييت. شباب انتوا عندكم سموها وورد بريس او وورد بريس او اي اسم ثاني، بس لكم متذكرين شو هو الاسم عشان حندخله عندنا بالسيتنجز. حامل هون ايش؟ كرييت. حامل كرييت، صار في الداتا بيس اسمها وورد بريس 1. تعالوا نيجي هنا نشوف، نرجع مره ثانيه للخطوات تاعت الوورد بريس. هنا شو راح نكتب؟ راح نكتب اسم الداتابيز. انا ايش سميتها عندي؟ وورد بريس 1. هنا شو راح نكتب؟ اليوزر نيم. شباب اي داتابيز انت بتحطها على اللوكال هوست تبعك او على الاكزام، اليوزر نيم تبعها باي ديفولت او بشكل تلقائي بيكون روت، ما فيش له باسورد. تمام، اذا استخدمت برامج ثانيه للداتابيز حيكون الوضع مختلف، بس اذا احنا مستخدمين الاكزام وحاطين الداتابيس تبعتنا على اللوكال هوست تبعه على بي بي اتش بي ماي ادمن، فاليوزر نيم دائما بيكون روت والباسورد ما فيش. اسم الداتابيز هو الداتابيز اللي انت سميتها، شو سميت قاعه البيانات عندك بدك تكتب اسمها هنا. تمام، انا سميتها وورد بريس 1، تكتب اسمها وورد بريس. الداتابيز هوست لوكال هوست، احنا كيف فتحنا البي اس بي ماي ادمن؟ مش كتبنا بالاول لوكال هوست؟ خلص معناته هو هذا الهوستنج تبع الداتابيز، يعني وين انت حاطط الداتابيز تبعتك. طيب البريفكس شباب شو هذه؟ هلا الورد بريس عندنا لما ننزلها راح نشوف انها بتنشئ جداول في قاعه بيانات تبعتي. الورد بريس شباب اللي بدي يعني نتعمق فيها كثير راح يضطر يستخدم كثير من البلجنز، وكثير من هاي البلجنز يعني بنسميها احنا اضافات برمجيه اللي شرحناها بالفيديوهات بالاول، كثير منها بتعمل جداول برضه على الداتابيز. فعشان ما يصير اي تعارض باسماء الجداول، كل بلجن بتروح بتحط لها بريفكس. شو يعني بريفكس؟ يعني رمز صغير قبل اسم الجدول.
يعني مثلا في عند جدول اليوزرز بتروح بتكتب WP underscore users، تمام؟ مش احنا اللي بنكتب، مين اللي راح يكتب؟ الوورد بريس نفسها. وبنعمل submit. هانا شباب اذا صار في كونكشن تمام، اذا ارتبطت مع داتابيس تمام، ما حيعطينا اي ايرور، بيعطيك مباشره run the installation. لو الوورد بريس ما عرفت تربط حالها بالداتابيس راح تعطيك ايرور. اي حد فيكم بيظهر مع هذا الايرور يا ريت برضه يعمل سكرين شوت يبعث لي. نعمل run the installation تمام. هلا الوورد بريس نزلت عندي. ايش هاي الشاشه يا شباب صبايا؟ هاي الشاشه تطلب مني احط اليوزر نيم والباسورد تبعون الادمن اللي بده يفوت على الكنترول بانل، تمام؟ اول حاجه بتقول لي حط السايت تايتل، حط اسم لموقعك، تعال نسميه مثلا فيرست وورد بريس سايت. شباب هذا احنا غيرها لقدام، بدكم تحطوا الاسم بدكم اياه. اليوزر نيم يا ريت كلنا نعتمد وورد بريس والباسورد وورد بريس عشان ما ننسى. يوزر نيم وورد بريس والباسورد وورد بريس عشان ما ننسى. هلا هان شايفين التشيك بوكس اللي هنا اللي ظهر لي بقول لي كونفيرم يوز اوف ويك باسورد، شو يعني؟ اكد انك انت حابب تستخدم هذا الباسورد ضعيفه. هو بالنسبه له شايف هذا الباسورد ضعيفه، احنا بدنا اياها خلاص عشان ما ننساها لقدام، فحعمل له كونفرميشن عليها. حط الايميل اللي انت بدك اياه، اعمل هذا تشيك بوكس. ليش هذا التشيك بوكس؟ عشان تشجع محركات البحث لما ترفع الموقع تبعك، لما ترفعه على سيرفر تشجع محركات البحث تقدر تلاقي الموقع تبعك وتطلعه للمستخدمين لما يبحثوا عنك او يبحثوا على اي شيء مقابل لمين؟ لشغلك. تعالوا نعمل انستول للوورد بريس ونخليها تخلص الاعدادات. تمام شايفين هاي قال لي ان انت هلا نزل، بامكانك تعمل لوجن باليوزر نيم اللي انت كتبته وورد بريس وبالباسورد اللي انت دخلتها. تعال نعمل لوجن، هنكتب هنا وورد بريس اليوزر نيم والباسورد وورد بريس، تمام؟ هاي المنبر مي، هاي لوجن. أنا اليوم الأباتشي عندي شكله فيه شوية مشاكل فشوي بطيء. شايفين هذه الواجهة شباب؟ هذه واجهة الوورد بريس اللي كلها اللي كلكم حتفتح عندكم من المجلد اللي أنتم نزلتوه من موقع وورد بريس دوت أورج. هذه آخر وأحدث نسخة من الوورد بريس، تمام؟ حيكون في عندنا هنا هي الهوم تبعتنا اللي هي الداشبورد اللي إحنا فاتحينها، حنتعرف عليها جزء جزء. في عندنا طبعا الابديتس، مش فيش عندي ابديتس، ليش؟ لان انا اصلا منزله اخر نسخه، تمام؟ هي بقول لك يو هاف ذا لاتست فيرجن اوف وورد بريس، فيوتشر سكيورتي ابديتس ويل بي ابلايد اوتوماتيكلي. اي شيء ابديت ثاني هو حينزله بشكل تلقائي، او راح تلاقي هذه الاشاره، هذه كلمه ابديت شو معناتها؟ انه في تحديثات. حتلاقي جنبيها هنا مثلا صار في عندك دائره حمراء فيها رقم واحد او رقم اثنين او رقم ثلاثه حسب قديش في تحديثات نزلتها الوورد بريس، زي اي برنامج انتم بتستخدموه، زي التطبيقات اللي انتم بتستخدموها على جوالاتكم. بنلاقي هل في قائمه البوست اللي هي حتكون فيها المحتوى تبعنا اللي حيكون فيها المقالات، والبوست تتضمن جواتها ممكن نضيف بوست جديد، ممكن نضيف كاتيجوريز او نضيف تاجز. في عندي الميديا، الميديا تبعتنا اللي هي حيكون فيها الصور، حنشوف كيف ممكن نضيف عليها صور وكيف ممكن نستخدمهم داخل المقالات تبعتنا. البيجز اللي هي صفحات الموقع، صفحات الموقع هلا مثلا في عندنا سامبل بيج صفحه رئيسيه، في عندنا البرايفسي اللي هي صفحه الخصوصيه، طبعا اللي بالعربي اللي اختار بالعربي حيكون كل هذا الكلام عنده بالعربي. في عندنا الكومنتس اللي هو تعليقات المستخدمين، وحنشوف كيف رح نعمل لهم اداره. شباب انت حتلاحظوا انه الوورد بريس اصلا بتنزل مع بيانات مبدئيه، يعني فيها شويه هيك بيانات تفاصيل وديتيلز، حنشوف هلا كيف رح نستعرضهم. في عند الابيرنس شباب، الابيرنس اللي هي مسؤوله عن مين؟ عن التمبليت. لو شايفين في عندنا يعني عدد لا نهائي من التمبليت، تمام؟ في عندنا كثير من التمبليت اللي حتلاقوهم واللي ممكن تستخدموه وممكن تضيفوا عليه. يعني مثلا بروح انا على اد نيو ثيم،
شايفين قديش في عندي هنا تمبلتس موجودة؟ في عندي يعني عدد كبير وعدد ضخم من مين؟ من التمبلتس، وكل تمبلت فيهم بكون مناسب لموقع خاص فيك، وكل تمبلت فيهم بيجي مع مين؟ بيجي مع يعني الكنترول بانل الخاصة فيه، فبتقدر انت لحالك تعمل مانجمنت للموقع تبعك وتعدل على المحتوى وتعدل على الصور وكل التفاصيل اللي انت بدك اياهم. هتلاقوا هنا عندنا في كتير 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 من الثمات وكتير من التمبليتس، وكل واحد فيهم من الصور بتقدروا تتوقعوا ايش المحتوى المناسب تبعه، تمام؟ بتقدروا تغيروا الصور اللي بدكم اياها والشكل اللي بدكم اياه. طبعا هذه المرحله رح نتعلمها ان شاء الله المحاضره الجايه، رح نشوف كيف ممكن نعدل ثم، كيف ممكن نعدل عليه كمان، كيف ممكن اللي بيشتغلوا سي اس اس اللي بيعرفوا يشتغلوا سي اس اس بامكانهم انهم يعملوا كاستمايزيشن للثم تبعهم. ايش يعني كاستمايزيشن؟ يعني يعدلوا التفاصيل تبعته، الالوان طبعا احنا مستخدمين مثلا ديفولت، هاي الديفولت تبعنا، بامكانكم تعدلوا النصوص اللي بدكم اياها، بامكانكم تعملوا اديت على التايتل، تعدلوا الالوان، تعدلوا السي اس اس، كل هاي الامور رح نتعرفها ان شاء الله، تمام؟ في عندنا البلجنز، ممكن انه احنا ننزل بلجنز خاصه فينا للموقع تبعنا. البلجنز هذه مين اللي بيحكمها شباب؟ بيحكمها طبعا ايش انت محتاج لموقعك وايش بدك تعمل فيه بالضبط، رح نتعرف عليهم. في عندنا اليوزرز هان، قائمة اليوزرز اللي هي قائمة المستخدمين، اللي هي أنت بإمكانك إنك تضيف يوزر، وفي صلاحيات لليوزر برضه حنتعرف عليها ونشوف كل صلاحية إيش بتعني، هنتعرف عليهم بالدور. في عند التولز اللي هي الأدوات اللي موجودة، في عندي مثلا الإمبورت رح نتعرف عليها ونشوف شو بتعني، تمام؟ في عندنا اللي هي الإمبورت، إنك يعني من وين بتقدر تجيب بيانات، تمام؟ او من وين بتقدر تجيب معلومات تضيفها على موقعك، ممكن تحول الموقع تبعك للبلوج، ممكن انك تضيف انت ار اس اس فيد في موقعك، رح نتعرف عليها. الاكسبورت لو بدك تصدر السيتنجز تبعتك، تصدر المحتوى تبعك من صور، من فيديوهات، من مقالات، من اي شيء ثاني، ممكن انه انت من خلال الاكسبورت تصدره. السيتنجز شباب، السيتنجز هاي بنحكي على التعديلات تبعتنا بشكل عام، من هنا ممكن نغير اللغة، اللي ما بيحب انجليش ممكن نرجع يغيره من هنا للغة العربية، ممكن يرجع يغيره مرة تانية لمين؟ للانجليش. هذه هي عشان تفتح انت فيها الووردبريس، هاي بقول لك هيك. هاي في عندنا السايت تايتل، التايب لاين هنتعرف عليها لما نشوف التمبليت او الثيم. هذه بس شباب نظرة بس هيك سريعة على القائمة الموجودة عندنا. كيف طب بدنا نشوف الموقع تبعنا؟ مش احنا قلنا هذا الكنترول بانل تبعته، واي كنترول بانل شو الها؟ الها موقع موازي لها، مزبوط. كيف بدنا نفتحه؟ من هون، شايفين هذه؟ هاي فيزيت سايت، لو بدي اروح هاي اوبن لينك فيلد، هاي الموقع تاع الووردبريس. شباب صبايا هذا شو؟ هذا الموقع التلقائي اللي بنزل معاها، انت بتعدل وبتغير بالشكل اللي بدك اياه. شايفين الشريط الاسود اللي فوق؟ الشريط الاسود اللي فوق يا شباب وصبايا هذا بيظهر فقط، ليش؟ لانه احنا عاملين لوجن كادمن، احنا عاملين لوجن لمين؟ كادمن. بس هاي في عندي هان البوست الاول، رح نشوف مثلا لما نضيف بوست ثاني كيف رح يظهر، رح نشوف كيف رح نغير، كيف رح نغير ال، رح نشوف كيف رح نغير كمان الثيم تبع الموقع تبعنا، وحنشوف كيف رح نضيف اي محتوى جديد، كيف راح نعدل الشكل تبعه، كيف راح نغير الخصائص. اللي بيشتغلوا سي اس اس ممكن يشتغلوا سي اس اس ويعدلوا على الالوان والاشكال وهي التفاصيل. وبعد هيك ان شاء الله، تمام، بعد ما نكون تعرفنا على كل المنيو الموجوده عندي هنا، راح نشوف راح نشوف كيف راح نعمل تمبليت. بس شغل التمبليت بده شويه شغل بي اتش بي، بس حنحاول قدر الامكان نوضح الشغل تبعنا شوي شوي، تمام؟ حنحاول نوضح الشغل تبعنا شوي شوي، بحيث انه كلياتكم تقدروا تتفاهموا مع الووردبريس وتقدروا تشتغلوا عليها. يعني الووردبريس من الخيارات المميزه في مشروع التخرج لكم، تعملوا موقع بشكل سريع بس تعملوه بشكل متقن كمان. تعالوا نضيف بوست هان، احنا قلنا البوست ايش مسؤوله عن مين؟
عن المقالات. تعالوا نضيف بشكل سريع هون بوست، او قبل خلينا نتعرف على الداشبورد تبعتنا. شباب هاي الداشبورد اللي انتم بتفتحوها اول ما تفتح الكنترول بانل عندكم، فيها زي كيف بنسميها، زي ملخص الموقع تبعك. يعني مثلا من هان بقول لك فيك تروح تعمل كاستمايز يور سايت. شو يعني؟ يعني فيك تروح تعدل الشكل تاع موقع تبعك، او روح عدل كل الثيم، روح اختار ثيم جديد اللي هو الشكل تاع الموقع، تمام؟ يا اما بتروح بتختار ثيم جديد تماما، او انك بتروح بتعمل كاستمايزيشن للثيم الموجود. شو يعني كاستمايزيشن للثيم؟ هذا انك تعدل النصوص، تعدل الالوان، تعدل القوائم، تمام؟ كل هاي الامور، تمام؟ من هنا مثلا بقول لك يلا اكتب اول بوست لإلك، او ضيف اول بيج. يعني هذه يعني فيك نسميها هذه خيارات الوصول السريع في الكنترول بانل. او اعمل مانج للويدجتس. شو هي الويدجتس؟ اللي هي الجزئيات او الاجزاء اللي موجوده عندنا في الموقع، راح نتعرف عليها لقدام. اللي هي مثلا بنحكي على الشريط اللي فوق، بنحكي على هذه الجزئيه اللي هون بتاعت البوستات، بنحكي على شريط البحث، بنحكي على القائمه اللي على الجنب، تمام؟ هذه كلها بسموها ويدجت. ممكن تعمل مانج للمنيو الموجوده عندنا هنا فوق، هيها شايفينها. ممكن هذه المنيو اللي هان نعملها مانجمنت، انه نضيف عليها كمان صفحات، وهي حنتعرف عليها بالتدريج شباب ان شاء الله. ممكن تفعل الكومنتس او تلغيهم. يعني هذه بس خيارات وصول سريعه لمين، لاي شيء موجود عندك في الموقع. في عندي هنا هاي بتحكي على السايت هيلث، يعني اذا في اي مشكله بالسايت تبعك ممكن انه هو ما يساعدوك انك تعالجها. في هذه انه زي كيف، زي عدادات للاشياء اللي انت حاططها في الكنترول بانل تبعتك. يعني مثلا لو انت في عندك بوست واحد، في عندك كومنت واحد، في عندك بيج واحده، مين ضافهم؟ مش احنا. انت لما بتنزل الوورد بريس بيكون في معاها شويه بيانات تلقائيه ممكن انت تستفيد منهم عشان تعرف ايش بدك تعمل في البيانات الخاصه فيك. شو هذه الكويك درافت شباب؟ هذه مسوده. يعني ممكن مثلا انت قاعد في الداشبورد خطرت لك فكره سريعه وما بدك تنساها، ممكن تروح تعمل تكتب العنوان وتكتب نص صغير وتحفظها كدرافت. وين بتلاقيها؟ بتلاقيها لما تيجي تضيف البوست. لما نيجي نضيف البوست ونتعامل مع البوست حنشوف كيف ممكن نحفظ درافت. فانت هيك بتكون حفظت الفكره السريعه وبترجع لها باي وقت تاني تعدل عليها وتغير منها وتضيف عليها او تحذف منها، تمام؟ هذه اللي هون الوجز اللي هنا بس بتحكي عن مين؟ بتحكي على الاخبار اللي بتنزلها الوورد بريس نفسها، مجرد بس اعلانات شركه الوورد بريس اللي احنا نزلنا منها الموقع تبعنا. هذه الداشبورد بشكل سريع. احنا طبعا حنعتمد كل شغلنا على مين؟ على المنيو اللي على الجنب، على المنيو اللي على الجنب. طبعا الداشبورد هي الهوم اللي احنا فيها اصلا. وحكينا الابديت، في حال نزل اي ابديت للموقع تبعنا، تمام؟ في حال نزل اي ابديت على الوورد بريس حتلاقي انه كل التحديثات موجوده هنا، زي بالضبط اللي بيصير معاكم لما بتنزلوا اي برنامج على كمبيوتراتكم او بتنزلوا اي تطبيق على جوالاتكم، تمام؟ حكينا البوست هذه رح نعمل فيها مانجمنت لكل المحتوى الخاص تبعنا. ان شاء الله حنبلش فيهم كل واحده فيهم بالدور لحد ما نوصل للابيرنس او للثيم تبعنا، نغيره ونعمل كاستمايزيشن، نضيف منيوز، نضيف ويدجت، تمام؟ وبعد هيك نفوت ونعمل التمبليت الخاص فينا. شباب ضروري كلنا تكون فاتحه عندنا الوورد بريس هاي، ضروري تكون كلنا شغاله عليه معانا عشان نقدر نكمل باقي الشروحات ان شاء الله.